التي حصلت على في معرض الرد. يعني على سبيل المثال احنا عندنا حريق السبت اللي حضرتك اشرت له، اللي هو معمل انتاج المواد الكيميائيه في منطقه قزوين. قزوين تبعد 130 كيلومتر عن طهران. الجمعه انضربت الاراضي المقصبه، طبعا هذه تابعه استاذ احمد للبحريه مال بوشهر، هي ما لها علاقه بالمفاعل، هي تابعه للبحريه الايرانيه بحسب ما نشرته يعني وكاله تسنيم، وهي وكاله تابعه للحرس الثوري بالنتيجه او متعاطفه مع المحافظين. الأحد الماضي حريق في مصنع في مدينة قم. نرجع علما إلى ديسمبر الماضي يعني 2020، شوف عدد الانفجارات اللي صارت في الداخل الإيراني، وأتمنى المشاهدين أيضا يتابعون ويانا. انفجار ديسمبر في مدينة صناعية تبعد عن طهران 120 كيلومتر. في أكتوبر شهر العاشر انفجار غاز في سوق عامري بالأهواز، انفجار الأهواز. وقبلها بشهر في سبتمبر انفجار اسطوانة غاز الكلور في غرب إيران في مدينة إيلام تحديدا المدينة الكردية. في أغسطس شهر الثامن حريق بمدينة صناعية شرق طهران، وأحرق من هذه المدينة تقريبا 2500 متر يعني تدمرت تقريبا. في يوليو في شهر السابع حريق بمصنع للسفن في مدينة بوشهر نفسه، أنا أربط هذا الموضوع بهذا الموضوع، واحترق سبع سفن. وبنفس الشهر في يوليو 2020 انفجار في مشهد لشركة المكثفات الغازية. في يونيو انفجار في مركز سيناء أطهر الطبي شمال طهران، إذا تتذكر اللي راحوا به 19 احترقوا به 19 نفر. في الشهر الماضي تفجير نطنز، استهداف تفجير نطنز. شوف هذه سلسلة الانفجار المتعاقبة، يعني شهر بعد شهر بعد شهر بعد شهر استهدافات بالجملة. هذا لا تحصل في دولة مثل إيران، دولة أمنية، يعني دولة معروفة أنه حتى الإرهاب بأشد ضربات اللي ضرب كل دول العالم لم يستطع، يعني بنهاية المطاف العقلية الأمنية الإيرانية استطاعت أن تجنب العمق الأمني الإيراني إرهاصات الإرهاب. فكيف يحدث في هذا التوقيت الذي خف ضغط الإرهاب هذه الانفجارات المتسلسلة والمستهدفة للاقتصاد الإيراني والمتصاحبة مع العقوبات؟ هذا المؤشر أستاذ أحمد. أنا أعتقد أعود إلى ما بدأت به، وهو تصريح رئيس الموساد الإسرائيلي. هناك هذه الحرب الأهداف المنتخبة، الحرب الخفية أو حرب الظل كما يطلق عليها بالإعلام، حرب الظل أستاذ أحمد مستمرة ذاهبة باتجاه إضعاف وحرب الإنهاك والنكاية الاقتصادية بالداخل الإيراني، لأن النفوذ الإيراني يعتمد بشكل أساس على مد خطوط الإمداد، إضعاف خطوط الإمداد ثم التفاوض مع إيران للحصول على مزيد. طيب، هذا ولكن إيران أكثر من